السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الأوتوكاد بلاند 3D اللي بيحط الخصائص بتاعة المواسير وبتاعة الأجهزة كلها، إن أنت هتلاقي هنا سبيكس فيو، تمام؟ هتلاقي هنا كل حاجة، مثلا الفلانج، الكاب، المقاس، هنا أصغر مقاس وأكبر مقاس والوصف بتاعه. وأول ما تعمل سيلكت عليه بيبدأ يجيب لك السايزات اللي موجودة، تقدر تحطها على طول في الموديل او تحطها في التول باليت وهكذا. طب اقدر في رقم معين مثلا انا عايز اعدل فيه، اعدل فيه ازاي؟ هاجي هنا واقول له انا عايز سبيكس اديتور، هيبدا يفتح لي الشاشه بالشكل دوت. ده لو انت شغال عايز تعمل كرييت سبيكس جديد او اوبن او تشوف حاجه موجوده وتبدا منها. دي اخر ملفات مفتوحه، ده الكتالوج اللي هو بيبقى محتوي على أكثر من سبيكس. تقدر تدخل على الموقع بتاع أوتوديسك وتحمل كذا كتالوج الحاجات اللي أنت عايزها. ممكن أنت تقول له أنا عايز أشوف الشاشة دي أو لأ لما أفتح. طيب أنا دلوقتي أقول له مثلا، ممكن تقول له نيو كريت سبيكس وتبدأ تدخل المعلومات، أو تشوف حاجة موجودة وتبدأ منها، أو تقول له أنا عايز أشوف أوبن كاتيجوري، أوبن سبيكس زي ما أنت عايز، أوبن كاتيجوري. اقول له مثلا انا عايز اعدل في دوت، اختار الملف دوت ايرون بايب، فيبدا يجيب لي كل المعلومات. ده سايز رينج، يعني ده من كام لكام، وده الديسكريبشن بتاعه، وده الشورت ديسكريبشن، الماتيريال. هنا تقدر تعدل، هناك ما تقدرش تعدل، هنا سهل ان اعدل. هنا ممكن اقدر اقول له فلتر، ان اقول له مثلا عايز الماتيريال دي بس، مش عايز كل الماتيريال. الماتيريال كود تقدر تختار منها، تقدر تقول له انا عايز اعمل فلتر بحيث ان انت تختار جزء معين او تقدر ترتبهم. البريشر كلاس، السكادولات، تقدر تفتح اكتر من كتالوج في نفس الوقت. تقول له مثلا انا عايز اوبن كتالوج، نفتح مثلا دوت، تمام. طيب دلوقتي هفتح اي سبيكس او اعمل نيو سبيكس زي ما انا عايز، تمام. يعني ممكن تقول له نيو كرييت سبيكس او اوبن سبيكس وتختار السبيكس اللي انت عايزها، تمام. هتبدأ تظهر معايا هنا. طيب لو انت عايز اي كتالوج تضيفه هنا، هتبدأ تعمل سيلكت عليه وتقول له اد تو سبيكس، فيبدأ يضيفه لك، تمام. هتيجي هنا بارت يوز بريوريتي، يعني انا الاولوية لو انا ببدأ ارسم هختار انهي مقاس من نص ل 24، انا اللي ليه اولوية. فتقدر تيجي هنا وتختار الحاجة، وبعد كده تقول له اعتبر ان دي اتحلت، تمام. تيجي تقول له مثلا السايز دول كلهم انا عايز مثلا اعتبرها المشكله اتحلت، اوكي. فتبدا تلاقي العلامه اتغيرت بالشكل دوت. فليك ان انت تعدل زي ما انت عايز، تقدر تعمل اديت لاي بارت انت عايزها. تقدر تقول له ريموف فروم سبيكس، انا مش عايز تظهر معايا هنا. وعندك علامه هنا اخفاء الحاجه اللي هي متعلم عليها ريموف فروم سبيكس، لو انت في حاجه معينه مش عايزها من السبيكس. برضه تقدر تضيف المعلومات اللي انت عايزها، الفايل نيم، الفايل تايب، الفيلد سايز وهكذا. وتقدر تيجي هنا في السبيكس تقول له انا عايز اوبن سبيكس او نيو سبيكس. برضه في الكتالوج تقدر تختار من الكتالوج اللي هنا، او تقول له اوبن كتالوج، تفتح كتالوج موجود عندك، تمام. تقدر تعلم اي حاجة هنا، تقول له اد تو سبيكس، فيضيفهم لك هنا على طول.